بالرباط انطلقت الجلسات الخريفية لهيئة الحكامة بالمنتدى الدولي للنقل الذي يترأسه المغرب برسم ولاية 2021-2022 بحضور العديد من الشخصيات الوطنية والدولية. أعتقد أنه لقاء تاريخي، فهو يبرهن على الاهتمام الذي يحظى به قطاع النقل في العالم بشكل عام وبإفريقيا على الخصوص، وكذا على الإرادة القوية للمغرب للنهوض بنجاعة وسائل النقل. كنحتضنوا اليوم واحد العدد الاجتماعات اللي غادي تستمر طيلة هذا الأسبوع هذا، تهم المناقشة حول عدة مواضيع مرتبطة بالنقل والتي سيتم طبيعة الحال عرضها في القمة التي تعقد في لايبزيغ شهر مايو من كل سنة. وقد عهد للمغرب وهو أول بلد عربي وإفريقي ينضم إلى المنتدى الدولي للنقل برئاسة هذه الهيئة بفضل الجهود المبذولة في مجال النقل وريادته في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والقاري.